السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. النهارده غدانا مكرونه بالتونه. انا مفتتة التونه، هشتها بالشوكه جامد من عماها، وده فلفل حامي وزيتون اخضر وفلفل الوان، وبهاراتنا فلفل اسود وملح بس. معانا بصله اهي دبلناها عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل على حضراتكم. هنحط عليهم حبه فلفل حامي عشان المكرونه تبقى حرشه، وهنقلبهم معاها. وهنحط فلفل الالوان في الالوان. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك عشان ينزل لكم كل جديد مننا من بيت ايمي. وهنحط حبه الزيتون، هنشعر حبه ملح. ما تنسوش ان احنا معانا الزيتون حادق، ولسه التونه كمان فيها خدقيه اهو. هننزل حبة الزيتون اهو، حبة الزيتون معانا. حط فلفل اسود، هنكتر عشان ما يغمقش المكرونة. وجبنا المكرونة اللي هي المسطرة دي عشان بتبقى جميلة، او سباكيتشي اللي ما عندوش دي سباكيتشي. ونحط لهاش طماطم عشان هي اساسا اللي بتكون ما بتحط لهاش طماطم خالص نهائي، ولا بيتحط لها صلصة. هي الفلفل الالوان والمكرونة هننزل اهو بيها اهي حبة بحبة. السلام عليكم حبايبي، رجعنا لكم تاني. قلبنا المكرونه اهي وبدات تسخن. اسرع طبق مكرونه تاكليه، مفيش 3 دقايق تحضريه. هنضيف التونه بزيتها بكله وهنقلبه تقليبه ونتفي اهي. هنقلبه كده، هنقلبه كده التونه. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ هنغرف التونه اهي بتاعتنا، المكرونه اللي بالتونه اهي، خلصناها مفيش 3 دقايق. اهي اهو حبايبي، طبق المكرونه اهو شكله جميل تحفه اهي. جميع الحاجه فيه، بصل فيه، فلفل الوان فيه، زيتون فيه، كله، وبيتحضر في 3 دقايق. اسرع حاجه لو جالك ضيف ولا جالك حاجه تقدري تعمليها، بتبقى طعمها خرافه جدا جدا جدا. وهي دي كانت غدانا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك.